بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم أصدقائي الأعزاء. هنكمل حكايات ريا وسكينة والحلقة رقم 36، عرابي حسان، الجزء الثاني، أسرار العلاقة بين عرابي حسان ونظلة بنت أبو الليل. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن عرابي حسان، وإزاي كان عرابي حسان عامل فتوة بيتبجح بقوته وجرأته على الضعفاء، مع انه لم يكن فتوة ولم يترقى في سلك الفتوانة، لا كان من المقاطيع ولا من المجادع ولا من الصبوات، ولا كان من مشاديد اي فتوة. كان عرابي حسان، وزي ما شرحنا وقلنا في الحلقة اللي فاتت، كان فتوة من منازلهم، عامل فتوة على الفقراء والضعفاء، بيتظاهر بقوة لم يكن يملكها، بيعيش على حساب الفقراء والضعفاء والمطحونين. وعرفنا ازاي عرابي حسان تعرف على حسب الله ومن بعده ريا وسكينة ومحمد عبد العال من العام 1917، او بالتحديد من نهاية سنة 1916، واصبح عرابي حسان هو الضلع الخامس في عصابة ريا وسكينة. كان عرابي حسان بيدخل بيت ريا في المسكوبية اللي هي السكونية، وبعده بدقائق كانت تدخل رفيقته في الوقت ده نظلة بنت أبو الليل فتح الباب. كانت نظلة أبو الليل رفيقة عرابي حسان، كان عمرها في الوقت ده سنة 1917 حوالي 24 سنة، يعني نظلة بنت أبو الليل من مواليد سنة 1893 تقريبا، يعني أصغر من عرابي حسان بسنة واحدة. كانت نظلة بنت أبو الليل فتاة قمحية اللون، نحيفة الجسم، مقرونة العينين، متوسطة الطول، ومع ان نظلة لم تكن فائقة الجمال، ولكن رشاقتها الملحوظة كانت بتلفت لها الانظار في الوقت ده، لان في الوقت ده كانت اجساد النساء المصريات بتميل الى السمنة. وكانت نظلة فتاة مرحة ضاحكة السن، بالمعنى العامي دمها خفيف، وده كان بيضفي عليها جاذبية خاصة لفتت لها انظار الشبان في حي باب سدرة الجواني اللي اتولدت فيه وعاشت فيه معظم سنوات عمرها. تزوجت نظلة أبو الليل للمرة الأولى سنة 1909، وكان عمرها حوالي 16 سنة، ولكن نظلة تطلقت بعد عامين فقط من الزواج سنة 1911 بسبب عجزها عن الإنجاب. وبعد طلاقها رجعت نظلة عشان تقيم في منزل أمها زينب بنت حسن في حارة راغب باشا في حي باب سدرة الجواني، ولكن إقامة نظلة مع والدتها لم تطول وقت طويل، لأن أول ما تعرف خبر طلاق نظلة أبو الليل في المنطقة وشاع في باب سدرة، بدأ يتنافس على الزواج منها ثلاثة من شبان الحي. الأول عبد الرحيم محمود، وشهرته عبد الرحيم الشربتلي، وكان عبد الرحيم الشربتلي من أبناء الصعيد، وكان بيعمل في الصيف بائع الكسوس، ومن هنا أطلق عليه اسم عبد الرحيم الشربتلي. أما في الشتاء فكان بيعمل زي معظم الصعيدة بالتصدير والاستيراد على الطريقة الصعيدية، كان بيسافر بين الإسكندرية وبين قريته أم دومة مركز طهطة، يبيع فيها اللي يقدر ينقله ليها من السلع الأجنبية الموجودة بكثرة في مدينة الإسكندرية، ويشتري بتمنها عدد من صفائح السمن البلدي والعسل، يعود بها للإسكندرية يقوم ببيعها فيها ويكسب فرق السعر. التاني كان عرابي حسان إناوي، واللي زي ما سبق وقلنا كان بيعمل في الوقت ده حمال في جمرك البضائع في المينا، وكان بيعمل بالتصدير والاستيراد على الطريقة الصعيدية زي عبد الرحيم الشربطلي، ولكن بحماس أقل، وكان بيشوب معاملات عرابي حسان الكثير من الغش والسرقة. كان عرابي حسان أصغر من عبد الرحيم الشربطلي بخمس سنوات، ولكنه كان أكثر منه شهرة ولمعانا باعتباره زي ما كان بيزعم ويدعي فتوة الحتة. ومع ان عبد الرحيم الشربتلي وعرابي حسان كانوا الاثنين متزوجين، ولكن نظلة بنت ابو الليل فضلت في الوقت ده عبد الرحيم الشربتلي على عرابي حسان لعدة اسباب. السبب الاول ان عبد الرحيم الشربتلي كان اكثر عملية ونجاحا من عرابي حسان في العمل. السبب الثاني ان عبد الرحيم الشربتلي كان اقل شراسة من عرابي حسان وأكثر طيبة منه. السبب الثالث، عبد الرحيم الشربتلي زوجته الأولى وأولاده كانوا بيقيموا في الصعيد،
بعيدا عن مدينة الإسكندرية، على العكس من زوجة عرابي اللي كانت بتقيم في مدينة الإسكندرية. فأرادت نزلة بنت أبو الليل إنها تمنع أي مشاكل أو احتكاكات أو مشاحنات قد تنتج من وجودها مع ضرتها في مدينة واحدة بل في حي واحد. وبسبب كل ده فضلت نزلة أبو الليل عبد الرحيم محمود أو عبد الرحيم الشربطلي على عرابي حسان وقبلت خطبته. وفعلا تمت خطوبة عبد الرحيم الشربطلي ونزلة بنت أبو الليل، ولكن الخطوبة دي لم تستمر طويلا، أنهتها أو فسختها نزلة بنت أبو الليل لأنها اكتشفت مدى الاختلاف الشديد بين طباعها وطباع عبد الرحيم الشربطلي. لأن نزلة أبو الليل كانت فتاة سكندرية تربت في مناخ متحرر ومناخ مفتوح وتعودت على ذلك، على العكس من عبد الرحيم الشربطلي اللي كان صعيدي وحريص كل الحرص على العادات والتقاليد، حريص ومتزمت في كل ما يتعلق بأمور النساء، حريص أن يفرض سيطرته عليها لا تخرج من المنزل إلا بإذنه ولا تنكشف على الرجال الغرباء. طبعا كل ده ما عجبش نزلة بنت أبو الليل اللي كانت متعودة على الحرية والمناخ المتحرر من القيود في مدينة الإسكندرية، بالإضافة إلى خشونة وغلظة عبد الرحيم الشربطلي في التعامل مع نزلة، ولأن نزلة اللي كانت انحرمت مبكرا جدا وتأتمت مبكرا جدا واتحرمت من حنان الأب كانت بتتمنى زي ما قالت لسكينة بعد كده، كانت بتتمنى زوج يعملها برقة وعطف ويدلعها ويدللها ويصون كرامتها ويسعدها. وجدت نزلة بنت أبو الليل كل ده مش موجود في عبد الرحيم الشربطلي، وبسبب كل ده أنهت نزلة بنت أبو الليل خطوبتها على عبد الرحيم الشربطلي. ولنفس الأسباب بالإضافة لشراسة عرابي حسان رفضت نزلة أبو الليل طلب عرابي حسان أنه يخطبها بعد إنهاء أو فسخ خطوبتها مع عبد الرحيم الشربطلي، على الرغم من أن عرابي حسان في لحظة طيش غلب حبه وعاطفته نحو نزلة وأبدى استعداده أنه يطلق زوجته لو وافقت نزلة على الزواج منه، ولكن نزلة رفضت أنها تتزوج من عرابي حسان لأنها فهمت وأدركت أن الصعيدة بخشونتهم لا يصلحون أزواجا لها وأنها لن تتحمل الحياة معاهم. وبسبب كل ده فاز الطرف الثالث أو الثالث المتنافس أو ثالث المتنافسين على نزلة بنت أبو الليل بها. تزوجت نزلة بنت أبو الليل من شاب سكندري من جيرانها كان اسمه إبراهيم سعيد، كان بيعمل عربجي، وانتقلت فعلا نزلة عشان تقيم معاه في جنينة العيوني في منزل فاطمة بنت علي متولي الشهيرة بتوتة، واستأجرت حجرة من منزلها. فاطمة بنت علي متولي الشهيرة بتوتة اللي كانت أرملة عمرها 35 سنة مات عنها زوجها، ترك لها أولاد وثروة قليلة. أغرت هذه الثروة عبد الرحيم الشربطلي اللي كان خطيب نزلة بنت أبو الليل في الأول، أغرت الثروة دي عبد الرحيم الشربطلي أنه يتزوج من فاطمة بنت علي متولي الشهيرة بتوتة، واللي انتقلت نزلة واستأجرت حجرة في منزلها. كان إبراهيم سعيد اللي تزوجت منه نزلة بنت أبو الليل شاب هادئ طيب القلب، ولكن نزلة أبو الليل الهوائية متقلبة المزاج أو الخفيفة بتعبير سكينة بسرعة أدركت أن إبراهيم سعيد أعجز من أنه يملأ فراغ قلبها، وندمت على إنهاء خطبتها مع عبد الرحيم الشربطلي، وكمان ندمت على رفضها لخطوبة عرابي حسان لها. فهمت نزلة هدوء زوجها إبراهيم سعيد على أنه خمول أو ضعف، وفهمت طبته أنها استكانة وجبن وخوف. بالمعنى العامي كان إبراهيم سعيد زوج نزلة أبو الليل التاني مش مال عينيها، وخاصة لما بدأ ينقطع عن العمل بسبب تشكيلة الأمراض اللي أصابته وهو في ريعان شبابه وفي سن مبكرة، وأيضا نزلة لم تنجب أطفال منه تدعم الرابطة الزوجية بينهم والعلاقة بينهم. بسبب كل ده كان زواج نزلة من إبراهيم سعيد زواج ضعيف وزواج هش. اضطرت نزلة بنت أبو الليل إنها تنزل لسوق العمل عشان تعمل وتعول نفسها وتعول زوجها المريض، وبالتالي ده أجهض أحلام نزلة بالليل في إنها تعيش حياة أسرية هادئة سعيدة. في الوقت ده وفي الظروف دي
وبعد عام واحد فقط من زواجها من إبراهيم سعيد استجابت نزلة بنت أبو الليل لمغازلات عرابي حسان وقبلت إنها تكون رفيقته على الرغم من زواجها. كان الكلام ده حوالي سنة 1913. كانت نزلة أبو الليل ظهرت والأول مرة في بيت ريا وحسب الله في السكونية أو المسكوبية سنة 1917. كان عمرها في الوقت ده 24 سنة، وكانت زوجة لأول مرة من 8 سنوات، وكانت رفيقة لعرابي حسان من 4 سنوات كاملة. وكان اسم نزلة لمع واشتهر كخياطة مقتدرة للثياب تلجأ لها نساء المسكوبية وحارة الفرهدة عشان تخيط ملابسهم وملابس أزواجهم وأولادهم. ومن الوقت ده كان منزل ريا وحسب الله في المسكوبية هو المكان المثالي للقاءات الآثمة بين عرابي حسان ونزلة أبو الليل رفيقته زي ما شرحنا في الحلقة اللي فاتت. ومن الوقت ده من سنة 1917 تعرفت نزلة أبو الليل على ريا وسكينة، وكانت نزلة أبو الليل من أوائل النساء اللي عقدت معهم ريا اتفاقات سرية للعمل معها في البغاء السري، لأن من الوقت ده كانت نشأت علاقة صداقة حميمة بين ريا ونزلة أبو الليل بحكم الجيرة في السكن وبحكم تردد نزلة المستمر مع عرابي حسان على منزل ريا، فنشأت هذه الصلة الوثيقة بين ريا ونزلة. قامت ريا بذكائها بتنمية هذه الصداقة بسرعة بما كانت ريا بتعطيه لنزلة من رعاية أمومية وباللي كانت بتفتحه أمامها من أبواب الرزق، بأنها كانت بتقدم نزلة لمعارفها وجيرانها باعتبارها خياطة ماهرة مقتدرة تؤدي عملها بإتقان وسرعة ولا تغالي في الأجر. ومن هنا توطدت العلاقة الوثيقة بين نزلة بنت أبو الليل وبين ريا، العلاقة اللي هتخلي نزلة بنت أبو الليل بعد كده هي الضحية التانية من ضحايا ريا وسكينة. ومن خلال هذه العلاقة القوية بين نزلة أبو الليل وريا قدرت ريا إنها تتعرف على الظروف القاسية اللي بتحيط بنزلة، الفتاة الهوائية متقلبة المزاج، طال رقاد الزوج إبراهيم سعيد على فراش المرض من دون عمل، وطبعا لا يليق بنزلة انها تتخلى عنه وهو مريض، وخاصة وان فرصتها في الزواج من زوج اخر كانت تقلصت بعد ما تركت خطيبها الاول عبد الرحيم الشربطلي وبعد ما ذهب وتزوج من صاحبة البيت فاطمة بنت علي متولي الشهيرة بتوتة. كان معظم اللي بتكسبه نزلة من خياطة الملابس بيضيع على نفقات علاج زوجها المريض. ايضا كان عرابي حسان رفيق من النوع اللي بيتشدد في الحفاظ على حقوق الرفقة اللي تخصه هو بس، حقوقه هو فقط. ومع ان غيرة عرابي حسان الشديدة على نزلة كانت بتسعدها، ولكن نزلة كانت بتضيق لعدم قيام عرابي بواجباته نحوها كرفيق. كان عرابي حسان بيحوز نزلة ويرفض انها تحوزه، كان بيمنعها من انها تخالط غيره من الرجال، الى حد انه كان بيضربها احيانا اذا رآها بتتحدث مع غيره من الرجال بطريقة غير لائقة. على العكس من ذلك كان عرابي حسان بيعطي لنفسه الحق انه يخالط غيرها من النساء وايضا احيانا امام عينيها. ايضا عرابي حسان لم يكن يقوم باهم واجباته نحو رفيقته اللي بيحوزها ويمنعها من مخالطة غيره من الرجال. عرابي حسان لم يكن ينفق على نزلة ولم يكن يعطيها أي أموال، على العكس من ذلك كان عرابي حسان بيمد إيده أحيانا إلى نقود نزلة إذا طالت فترة تعطله عن العمل بالمينة أو إذا قلت إيراداته من عمله كفتوة لبيت آل همام لأي سبب من الأسباب. وطبعا ريا بذكائها وخبرتها كانت بتتظاهر بالحزن والرثاء لحال نزلة اللي بتعيش في الدنيا وحيدة من دون دخل يحميها من عواصف وتقلبات الزمن والأيام. الزوج مريض لا يكسب، والرفيق أو العشيق متلاف لا يعطي بل يأخذ من نقودها. بدأت ريا بعد كده تفكر وتذكر نزلة إن واجبها نحو نفسها بيفرض عليها إنها تقوم بعمل إضافي يدر عليها مال تستطيع إنها تدخر منه اللي تواجه به تقلبات الزمن والأيام. ودي كانت طريقة سحب ريا لنزلة أبو الليل عشان تعمل معاها في البغاء السري.
اقترحت ريا على نازلة في البداية دور ما فيش منه أي خوف عليها أو ضرر عليها ولا يثير غضب عرابي حسان اللي كانت نازلة بتخاف وترتعب منه بشدة، عمل لا يتطلب منها مجهود إضافي أو استثنائي. كان العمل في البداية هو أن تقوم نازلة بمساعدة ريا في سحب النساء إلى البيت، لأن نازلة بحكم عملها كخياطة لها صلة بالكثير من النساء وعلى معرفة كاملة بكل ظروفهم وعلى علم تام بكل أسرارهم، تقدر تقدر مدى استعداد هؤلاء النساء للعمل مع ريا في البغاء السري. فإذا تأكدت نازلة من استعداد هؤلاء النساء للعمل مع ريا، كان عليها فقط إنها تعرف ريا عليهم وتقوم ريا بالخطوة الأخيرة والمهمة وتفتحهم صراحة في الانضمام للعاملات معها بالبغاء السري في بيتها. وافقت نازلة ولم تعارض في القيام بالدور ده، في بداية الأمر بتردد وتكتم شديد، وبعد كده في اندفاع وتهور وعلانية وإعلان، لأن بيت المسكوبية كان زع صيته في الوقت ده وتعرف من كل سكان حارة الفرهدة وما يحيط بها وما يتفرع منها من حارات. عرف الجميع أن البيت ده بيدار للبغاء السري بسبب كثرة ما يتردد عليه من رجال ونساء غرباء في أوقات مختلفة ومتعددة. أصبحت سمعة البيت سيئة وأصبح بيت مشبوه يدار للبغاء السري، وبسبب كل ده تشككت نازلة في جدوى ادعائها بأنها بتذهب للبيت ده اللي هو المشبوه عشان تقابل الزباين اللي بتجلبهم لها ريا عشان تقوم بتفصيل الملابس لهم أو لأزواجهم. هنا اضطرت نازلة أنها تعترف بالحقيقة، حقيقة عملها مع ريا لأمها زينب بنت حسن. لم تعارض أم نازلة في أن تساعد نازلة ريا في سحب النساء للعمل بالبيت، ولكن الأم زينب بنت حسن حذرت نازلة من التمادي فيما هو أكثر من سحب النساء. ولا تتعجب أخي الكريم من موافقة أم نازلة على عمل بنتها نازلة مع ريا وسكينة في سحب النساء وحتى عملها في البغاء السري نفسه، لأن الأم زينب بنت حسن أم نازلة كانت هي نفسها بتعمل في نفس المجال في سحب النساء للعمل بالبغاء السري، ولكن على نطاق ضيق وعلى مستوى أعلى بكتير من مستوى النساء اللي بتعمل مع ريا وسكينة واللي كانوا بيترددوا على بيت ريا. ريا قالت بعد كده عن أم نازلة إن زينب بنت حسن سحابة زيها، ولكنها لا تشتغل إلا على النسوان اللي معلقين شنط في دراعاتهم. وبعد الأم عرف الزوج إبراهيم سعيد بخبر تردد زوجته نازلة على بيت ريا المشبوه سيء السمعة، واللي قالت له كانت أمه نقلا عن ألسنة الناس في الحارة وفي الحتة. ولما أكدت له نازلة إنها فقط بتكتفي بسحب النساء لبيت ريا وإنها لا ترفع ذيل جلبابها لأحد، صدقها الزوج المسكين ولم يعترض، لأنه من الواضح إن المرض الطويل كان أفقده كل قدرة على الشك أو الرفض أو مجرد الاعتراض. وطبعا زادت الشائعات وانتشروا أشيع عن وجود علاقة بين نازلة أبو الليل وعرابي حسان، ولكن نازلة كانت ذكية، لأن نازلة نفسها سبقت وأعلنت لأمها وزوجها إن عرابي حسان بيضايقها وبيعترض طريقها وبيطاردها في كل مكان، وأبلغتهم إن عرابي حسان طلب منها إنها تطلب الطلاق من زوجها عشان يتزوجها بعد ما يطلق زوجته. واشتكت لهم نازلة من إن عرابي بيطاردها وبيعكسها وادعت نفورها من كل ذلك. وبسبب ادعاءات نازلة وإنها سبقت بالشكوى من مطاردات عرابي حسان لها، لم يصدق الزوج المسكين ولم تصدق الأم الشائعات واللي هي في الحقيقة كانت حقيقة عن وجود علاقة بين نازلة بنت أبو الليل وعرابي حسان، واللي كانت فعلا رفيقته في الوقت ده وبتقابله باستمرار في بيت ريا وحسب الله في المسكوبية. وتظاهر الاثنان الأم زينب بنت حسن والزوج المسكين إبراهيم سعيد بتصديق ادعاءات نازلة بأنها بترفض كل عروض ومطاردات عرابي حسان لها، بل وإنها بتشتمه علنا أمام الناس كلما قطع عليها الطريق. في الحقيقة الأم زينب بنت حسن والزوج إبراهيم سعيد لم يكن أمامهم ولم يكونوا يملكوا إلا أنهم يصدقوا كلام ادعاءات نازلة، لأن تكذيبها وعدم تصديقها يعني أنهم يدخلوا في معركة مع عرابي حسان في توة الحتة الشرس الرهيب
وده هو الأمر المستحيل اللي ما يقدروش عليه. وبعد ما اطمأنت نزلة لعدم اعتراض أي حد من اللي كانت بتخشى اعتراضهم على عملها مع ريا، وخاصة عرابي حسان اللي لم يجد في انضمام نزلة لفريق صحابات البيت أي تعدي على حقوقه كرفيق لها وحائز لها، على العكس اعتبر عرابي ذلك مساهمة في زيادة دخل البيت اللي كان بيحصل على نسبة منه، فوافق على ذلك. هنا أدركت نزلة وفهمت أن مخاوفها ملهاش أساس، وهنا وفي الوقت ده انتقلت نزلة بنت أبو الليل للمرحلة التانية بدفعة أخرى وبتشجيع من ريا. انتقلت للمستوى التاني من العمل مع ريا. قبلت نزلة أبو الليل أنها تقدم نفسها وجسدها للرجال. قبلت نزلة أنها تنضم لفريق النساء اللي بيقدمهم البيت لزبينه من الرجال، لأن الدخل اللي كانت هتحققه من بيع جسدها للرجال يبلغ أضعاف اللي كانت بتحصل عليه من عملية سحب النساء. ولكن كان لنزلة شروط، وهي إنها ما تدخلش مع أي رجل من أصدقاء عرابي أو من اللي يعرفوا علاقتها بعرابي. وشددت نزلة على ريا وسكينة إن الأمر يظل سر بينهم ومحدش يعرفه، وطبعا دي شروط ما كانش صعب على ريا وسكينة تنفيذها، لأن الاحتفاظ بأسرار الزبائن من الرجال والنساء من آداب المهنة المحترمة في بيوت البغاء المحترمة، طبعا دي سخرية. وفعلا أصبحت نزلة أبو الليل من فريق النساء اللي بيقدمهم البيت لزبينه من الرجال، النساء اللي بيبيعوا أجسادهم تحت إدارة ريا وسكينة في بيت المسكوبية. وفي المرات القليلة اللي كان عرابي حسان بيفاجئ فيها البيت بزياراته وتكون نزلة في خلوة مع أحد الرجال، كانت ريا وسكينة بيتصرفوا بحكمة ولباقة ويستعينوا بحسب الله أو محمد عبد العال عشان يصرفوا نظر عرابي عن اللي بيحدث في البيت، لحد ما تتسلل نزلة لخارج البيت من دون أن يراها عرابي أو حتى يعرف بوجودها. استمر الأمر كذلك. عرابي حسان رفيق نزلة أبو الليل المتزوجة من إبراهيم سعيد المسكين المريض، واللي بتعمل سحابة ومقطورة من مقاطير ريا في بيت المسكوبية من دون علم عرابي حسان اللي بيحمي البيت وبيدافع عن نشاط الهمام غير المشروع. والحقيقة ان ريا وحسب الله لم ينتبه الى مدى اهمية دور عرابي حسان في استقرار وازدهار العمل بالبيت، الا بعد ان تعرض عرابي لاغراء من بعض اصدقائه بانه يلتحق باحد فرق عمال الطراحيل اللي كانت السلطة العسكرية البريطانية بتشحنهم في البواخر الحربية عشان يعملوا في خطوط القتال الخلفية اثناء الحرب العالمية الاولى. وفعلا سافر عرابي حسان للعمل بالسلطة العسكرية البريطانية، وترك بيت آل همام في المسكوبية من دون حماية ومن دون فتوة. وأول ما اختفى عرابي حسان من حارة الفرهدة استرد الجيران شجاعتهم واعترضوا على وجود بيت يدار للبغاء السري بين بيوت الأحرار. حاول حسب الله استرداد ثقة الجيران بأنه يضفي على البيت مظهر عائلي يبعد عنه الشكوك، فعرض حسب الله على سكينة ومحمد عبد العال اللي كانوا بيقيموا في منزل آخر لهم يعودوا للإقامة معهم في بيت المسكوبية، وفعلا قبلوا بعد تردد. ولكن المشكلة لم تحل وزادت الشكوك حول البيت وتكثفت بشدة بعد سفر عرابي حسان حامي حمى البيت وفتوة آل همام الخصوصي بعد سفره للعمل بالسلطة العسكرية البريطانية. سافر عرابي حسان للعمل بالسلطة العسكرية البريطانية، وعرابي حسان هو ثالث رجال ريا وسكينة من حيث المدة اللي أمضاها في العمل بالسلطة، لأننا بنلاحظ غياب عرابي حسان المتكرر عن الأحداث، على الرغم من أن حسب الله جزم وأكد أن عرابي حسان كان هو الفتوة الدائم لبيوت البغاء السري لآل همام، وأن عرابي استمر طوال الفترة بين نهاية سنة 1916 تاريخ معرفتهم بعرابي وحتى نهاية سنة 1920 يضعهم تحت حمايته ويعتبر هو الفتوة الخاص بهم وببيوتهم. ولكن ما ورد على لسان مؤرخي سيرة بيوت آل همام ومن بينهم حسب الله نفسه بيدل على أن آل همام أجبروا على ترك بعض هذه البيوت والطرد منها من دون أن يظهر عرابي حسان في الصورة أو يقوم بواجب ودور حماية آل همام وبيوتهم.
أيضا كان يوجد فتوة آخر اللي هو عطية الشرنوبي، كان حل محل عرابي حسان في القيام بواجب حماية بيت الكامب، وكان خاض معركة شرسة ضد محمد أبو طلبة انتهت بالحكم على عطية الشرنوبي بالحبس 3 سنوات. وسبق وذكرنا هذه القصة بالتفصيل اللي هي وقعة محمد أبو طلبة وعطية الشرنوبي، وده يدل على أن عرابي حسان كان بيغيب عن الإسكندرية فترات كان بيعمل فيها بالسلطة العسكرية البريطانية. أيضا عرابي حسان، وعلى الرغم من أنه كان أمي ولا يقرأ ولا يكتب، كان عرابي حسان بيحاول يتعلم اللغة الإنجليزية، وكان استعان بأحد جيران سكينة ومحمد عبد العال عشان يعلمه بعض الكلمات الإنجليزية. وإذا كنا لا نعرف على وجه الدقة واليقين تحركات عرابي حسان في العمل بالسلطة العسكرية البريطانية أو عدد مرات سفره أو حتى ميادين القتال اللي سافر وعمل وعاش فيها، ولكننا نعرف يقينا أن عرابي حسان كان من بين اللي شاركوا في المرحلة الأخيرة من الحرب على الجبهة الشامية، وأن عرابي حسان كان من اللي زحفوا خلف الجنرال الليمبي، لأنه تم ضبط عند عرابي حسان وقت القبض عليه ساعة قال أنه اشتراها من شخص بالشام، وملابس من الحرير الشامي قال أنه اشتراها من بيروت الشام اللي رجع منها في النصف الأول من سنة 1919، ومعاه شهادة كتبها له الصاجن الإنجليزي مفادها أنه أدى عمله بكفاءة. بكده بتنتهي حلقة النهاردة عرابي حسان الجزء الثاني. لو الفيديو عجبكم بتمنى أنكم تدعموه باللايك والشير. منتظر أراكم وأسئلتكم في التعليقات. إلى اللقاء في الحلقات القادمة، دمتم أصدقائي الأعزاء بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.